الصومال إنما دوا إسر إيا دلاشو أما مقدشتشوك أما جيكتشوك أما هرجيسيتشوك أما جبوتيتشوك أما غارسيتشوك أما نيروبيتشوك مش هادون تبتشوك صوماليغو وادق إلى هاي بحيو أو قفك دي جيسة أه إيه معها وح ننكي دونارا وقلي ننكي دونارا وكبحي تاريخ لأنا كما تنزلين شرفت صومالي لأنا كما تنزلين أنا ما أنت صومالي وأنا هاي شرعي صومالي درى صومالي درى كيو صومالي وأنا بر صومالي وأنا عليها شرفت أي قيمة أن لا هاي منا وقم عفصاني وعويان هدي هالك اللي قولي وأرو دي مانيا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وضي الكسو دوادة برنامج غاره او آن اذن كسو قدبين يا اما كسو لفقورة يا انت عرق تدا يدا اه دا وقفو شحو معايا كسو يري دولة دا ديگان كسو مالي دا عاسمة دا ديگان كا ايا قبل دا قار كمي دا حكومة دا دولة دا ديگان كسو مالي دا وامر كور كغي متفولين يسا ايا وحي كهل لساي او ديال دا دم راع اما كوا ايا دا كفكر كا اه او قب سو ما يالي هو غان كا شرف تودا إيا عرض قودا إيا نصب قودا كوغا تان شلماد ير إيا عبسي إيا عقا جوغلين لوو قيستي إنا إلا هايين منيهي صومالي إيا وحا نغام مراي دقانكا إيو مقع أما أفكا صومالي دا إتوبيا دادك دقان إتوبيا وا إتوبيان صومالي ماها أفكا إيا دقاكم باي صومالي دا لوو داقاي حينون هاي صومالي دا إتوبيا ولي قاي صومالي مارك ما أنت الصومالي عد وقص بكرتاي مجد. إثيوبيا بنا. إثيوبيا نهاي. ورانا إثيوبيا نهاي. أن إصدفاعنا أن تحدرنا أن كل الكن وحصو قلنا إسكيل علينا. أنت سيهدك يوجد برضو وقاسي فشحمة وحن الصومالي وين يا أمضى مسلمين تعالم كمل كستو إيجوجان أشيء جيا. إن الصومالي لماذا أين أهين وحن نكيد دونا سوق لكره نكيد دونا أنا كبيح كره. الصومالي لماذا معها وح hadii aad mareekan joogto aad ka bixi karto ama gali karto haddii afrika joogto aad gali karto ama ka bixi karto soomaalinimadu waa isir iyo dhalasho ama muqdisho joog ama jigjiga joog ama hargeysa joog ama jabuuti joog ama gaarisa joog ama nairobi joog meesha doontaba joog soomaaligu waa deeq ilaahay bixiyo oo qofka dhigiisa ah ee ma aha wax ninkii doonaana uu gali ninkii doonaana uu ka bixi luqaddu waa wax la baran karo لكن استرك الصومالي ما هو واحد لوصو بيري كره وداعا يبيو أبد دبر كي كيبي. هجاك أنت هسي هدا إنك جدبو. دة كدولة دة ديجان كصومالي دة دجن شعب كأه وادل الجميستو وادل الجميي وادل القصبو وادل لليه حرمة وادوما لليه هي. الله بوك على قيب سما دة كاسة دة قلبك حر كأه. أود هن لوج ميستو هادو دهنا تشل كتير لكن قلبك حركة هي ضد قلبك اللي جد دلودي أو استيبي أو إنه النور هذا هي إنه كلامه عن كلا تشعلين كواسي وحي كم ده شخصيات معمول كديجان كمر والبرد الدور كأي دولة ده حصاد درسته أه إيو أضيال مر والبلغوا أو كعصده أو أضيال كشجع كوفيد يلبس كان أضي كأه قلبك هي قلوب تواصلنا كم مرة بل إلهي بان إذا كدار شيء ننك الصومالي أبيه صومالي إساقو له صومالي مئه وإيه مقرعبا يا دلي مهو يذيبو أحمار كدلي مقرعن كرنو سيداس باي او اكيب او راه دا اي او دياشو كوها اللييان مركو لياه ننكو أبهي صومالي بو أها أوغي صومالي بو أها إسركي صومالي بو أها وحنكو أكترسنة يا سيد محمد عبد الله حسن يا قبرني مدون كي يا رجي ولي قد بأي قميس يا أحمار يا إنجريس يا إيطاليان بأي سهيين أنا أقول لكن ما أنت صومالي مئه مركو لياه إثيوبيان بانه وايه هو يذي ميا لوه اسجليي مس احمر با كدلي وا سؤال دول هوغنيس اوداي كاستا او شيغي نسبديسو انينا صومالي اهين انت ان كغا يمادو دادكا ديغانكا صوماليدا دغن اما صوماليدا اوغادين يا وخا افكودا كو هادلا او وكيل كا او لو قبانيا واجبدا ودريغ خورينتا اوغادين يا ايادو مخاي تيري تاريخ لنا كما تنزلين شرفت صومالي لنا كما تنزلين أنا ما أنت صومالي وأنا هاي شرعي صومالي درى صومالي درى كيو صومالي وأنا بر صومالي وأنا عليها شرفت أي قيمة أن لا هي منا وقم عفصاني وعويان هدي هالك اللي قولي وأرو دي مانيا كارا مردا جيسيري صومالي بهو قولي سي أو مريا جيسيري أو أنا أيها قد بنايي
أيها القرية أيها القرية لكن ما مولدي حما يسدي ما ملك ويانا أيها النوجيس مرك الشعب الصومالي هذا ولا الله يقول لي أبان كونوا هينا وعنوا هين دونا إلا لحظة كيلا دو إن قرر تاني طبعا كنا ويلي بقول كنا شعب كان هذا يا مو مصر يقول لي ألك عونك ما يشجون بشي أغسطس أيها الله أساسي ما قرنا إنه مقدشة هو أساسي سببت وحاوية حرمتي هلقن كتلقى حقية وقتها سعيدة يا عيد وحا جوغي وحا أساسي قروركي دانيارة دور الدنق الصومالي كبت كاسي وقدوميها جبادة ودنق حرينة وقادين يا حلقامي عبد الرحمن شيخ محمد مهدي مادي oo ah muassaskii ugu horeeyay ee ururkan soo aasaasay 4 sano kadibna ah gudoomiyaha maanta garwadeenka wax jabada wadariga xoreynta ogaadeenya oo wanalef oo lagu yaqaan urur gobnimo doon gumaysidiid ah xabad iyo nabadbana ugu halgamaya khudbada kulul ee gumaysigu una ku farxayna wuxuu ka jeediyay gudoomiyuhu caasimada dawlad deegaanka Soomaalida ee jigjiga ama caasimada ogaadeenya isaga oo jigjiga ku sugan buuna runta ugu sheegay oo wanalef waxa ay wakiil ka tahay dadka deegaanka ka soo jeeda ee degan mid la gumaysto iyo mid qalbi xor ka ah daba dhilifka gumaysiga u shaqeeya ee caasimada jooga ee maqaarsaarka ah ee dadkiisa gumaynaya waxa wakiil ka oo afkiisa ku hadlaysa oo wareef umada Soomaaliyeed islaam koodan dadka xorta ah waxaan u sheegaynaa in aan loo qabannin dadka deegaanka ka soo jeeda sumcadiisana aan lagu xisaabinin ama lagu xukminin odayaal baytari la galiyay oo bari markii la dhageysiyo codkooda aan rumaysanaynin shalay bay ahayd xilligii abdi oo dadka ka yeedsiinayay xoolaan u galmooday iyo waxyaabo ka xun hooyaday baan u galmooday iyo walaashay baan u galmooday iyo wax ka xun kuwii shalay waxa laga yeedsiyay baaqoomama iyo ciil marada madaxa saarta oo fagaarayaasha ka halin oo miidiyaha imaanin oo guriyaha iyo jikooyinka ku gabada maanta kuwa ka hadlaya ee waxa sameynaya ee Soomaali ma ihile tan wajh kale bari yeelan doontaa maxay dadka la soo hortagi doonaan war dadka yaan la qasbin war taariikh midow hore baan soo maray dawladan hadda waqtigan xukunta deegaanka Soomaalida ee Mustafa Garwadeenka ka yahay gobaygu uma furmo khudbadu uma dhaqaaqdo ilaa ay yiraahdaan shalay baa sidaa la ahaa bari yaan la oranin shalay baa sidaa la ahaa war soo reebta intii la reeban kara hal reebto mustafa hadii lagu qasbay waad goosan kartaa waad baxsan kartaa waad diidi kartaa Itoobiya maanta ku xukunto oo awood leh ma jirto laakiin dadka yaan la gumeynin war dadka wax sumcadooda iyo taariikhdooda war fagaarayaasha golaha hadalka iyo fadhi ku dirrada yaan dadka laga xirin war gobayga dadka yaan laga xirin war dadkani waa gob war dadkani waa Soomaali war dadkani waa nasab war dadkani waa meesha taariikhda ummada Soomaaliyeed oo dhan ay ku duugan tahay eerdan tusaale ugu noqdo fir kasto oo Soomaaliya deegaankaas u degan yahay qabiilada Soomaaliya degan kuwa Soomaali ah oo aan Soomaaliya deganayn ba deegaanka degan iyada hadan hoos ugu dhaadhaco Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweynaha Soomaaliya jifu ka tirsan jifu kamid yahay ama qabiil buu yahay qabiilka uu yahay Xasan Sheekh Maxamuud odaygii uu ka soo askumay hawiye wuxuu ku aasan yahay Baabili oo jigjiga dhanka galbeedka ah maxaad markaa hawiye ku aasay Baabili hawiye maxaa Baabili ku aaso qabrigiisa halka loogu booqdaayo uu Baabili ugu aasan yahay hawiye ma Itoobiyaan buu ahaa hadduu hawiye Itoobiyaan ahaa muxuu Xasan Sheekh Maxamuud Soomaaliya madaxweyne uga yahay muxuu Itoobiyaan noqdo Soomaali oo dhan waa Soomaali meel kasta oo joogaan ama Jabuuti ha joogo ama Ciise ha ahaado ama Hawiye ha ahaado ama Daarood ha ahaado ama Dir ha ahaado ama Gurra ha ahaado ama Garra ha ahaado ciduu dooniba ha ahaadee Soomaali magaca la yidhaahdo waa aabo ma jirto Soomaali ka kala timid Carabta iyo Hebel iyo Hebel iyo Hebel ka kala timid waa aabo wada dhashay waana dhiig ee ma aha jinsiyad baasaboor ho la qaato passport Kenyan aad qaadan kartaa mid Ethiopian aad qaadan kartaa mid American aad qaadan kartaa laakiin Soomaalinimadaada kama bixi kartid waxaan idin kala dhaxbaxaya khudbadii dheereed ee gudoomiyaha jabada wadaniga xoreynta ogaadeenya uu ka jeediyay magaalada Jigjiga ee aan inta yar idin ka soo daayay jawxu waa afayeenka shacabka Soomaalida ogaadeenya mid la gumaysto iyo mid qalbiga xor ka aba waxaan ahay Cabdiraxmaan Maxamed Axmed xariin ka soo jeedinayay barnaamijkan xafiiska oora ee jabada wadariga xoreynta ogaadeen ee magaalada Nairobi taniyada barnaamijkan xiga isku soo noqon doona waxa halkeedka sidaas iyo nabad kaliya kaaramada
geesiyadii Soomaaliyeed baa ku guuleystay oo magciyaha ka siibay aw aan ayaga gudbinayay ayagana qarinayay ayagana dhayay laakiin maamuladii xumaa ee isu dhiibay maamulkii waayaalaha ayaa wax noo geystay marka shacabka Soomaaliyeed oo walaalayaga weli abaan koonu haynaa waan u hayn doonaa ilaa 60 kii la hadda way garataan yihiin toban kun oo weli iyo boqol kun oo shacabkeena yaa lagu kufsaday lagu dilay caalka cawnka meesha jooga bishii August ayaa la aasaasay ma qarinayno muqdisho lagu aasaasay sababtu waxa weeye xaruntii halganka laga hagayay waqtigaas ayaday ahayd waxaa joogay waxaa aasaasay ururkii dhallinyarada gobolgudoonka soomaali galbeed ururkii aqoonyahanka soomaali galbeed ururkii culimaadiinka soomaali galbeed ururkii haweenka soomaali galbeed golihii dhexe intii wadaniinta ka ahayd waxgaladkii aqoonyahankii yaa u fariistay kadib markii ay caddaatay in majarihii halganka uu khas algalay kadib markii dagaalkii laga soo noqday salasalankii cawdab aan ku jabinay inaan u soo duuray waxaa abuurantay jawi khalkhal siyaasadeed hogaamintii waagaa joogtay odayaasheegu sharaf bay lahaayeen ibniyeser waxaa hogaaminaya odayaashii geeshka ahaa dhallinyarada xabadda biday xilligaas laakiin duruuf siyaasadeed oo ku adeeraysnayd iyo halgankeenna weligii wixii ka horreeyey lixdankii intii ka dambaysaba dowladda waaweynay gacanta ku hayeen waxaa soo baxday jawi ah in loo baahan yahay halgan madax bannaan oo ummaddan ay leedahay 81-dii waa la socotaan AU-dii waxay tidhi ogaadeeyey waxaa iskana Itoobiya waxaa isku haysta Soomaaliya iyo Itoobiya dhulkan ama am Soomaalka dadaba yaqaano ogaadeey hada yaqaano labadaba annaga iskale qudud kama qabno Soomaali galbeed ogaadeey waa isfaal wey waa mataaro wey waa halada wey waa Soomaali baa annaga el waxaa soo baxday la yiraahdo xal baa isku haysta dowladda Itoobiya soo hadda isku haysta waxaa laga maarmaan noqotay markii la yiraahdo maya dagaalka ka socda ogaadeey maaha dagaal laba ay isku haysato qolo waa dagaal ka socda shacab Soomaali ah oo dhul iyo dad ka kooban oo xaq u leh inay xoroobaan halkankoodana u madax bannaan waxaa soo baxday bayaanadii soo baxay xilliyada waxaa ka mid ah soomaaliyana ma nihin itoobiyana ma nihin waxaan nahay soomaalida ogaadaya waa dabneesaa taasaa lagu aasaasay halkankan waxaa kaloo lagu aasaasay qodob muhiim aha oo ah waan isku tashanaynaa annagaa isku filaanaynaa yooxu waxay ka dhalatay isku filnaasha isku tashi bentid afartankaa sano taasaa lagu waday wax mucaawadaa oo adduunka nooga yimid ma jiro ilaahay baa na garab taagnaa shacabka sharafta leh ee soomaaliyeeda walaalaheed na garab taagnaayeen maaha oo keliya soomaaliya shacabka soomaaliyeed inta maamulka haysa ee isdhiibtay tuugada amoogii shacabka soomaaliyeeda walaalaheed wayna garab taagnaayeen dhaawacaan ayaga gudbinayay ayagana qarinayay ayagana dhayay laakiin maamuladii xumaa ee isu dhiibay maamulkii waayaalaha ayaa wax noo geystay marka shacabka soomaaliyeed ee walaalayaga weli abaan koonu haynaa waan u hayn doonaa ilaa 60 kii la hadda wayna garab taagan yihiin mana naga hadayaan marka saa loo ogaado hadla kala saaro maamul dabadhilifa oo tuuga oo danaysa iyo shacabka soomaaliyeed annagaba waan leenahay kumanaan baan leenahay maamula saasa hadda waad aragtaan maanta xafladan urafatan soo halgabay dhiig badan qadiyada la daadiyey awey madaxdii awey dhankay joogtay awey awey xagee bay jiraan way ka jiri dhacooneen cudur baa ku dhacaya markay gobolnimo door maqlaan iyo gumaysi marka waxa weeye inay naga maqlaada baaba khayr ku jiraaba waxba kama qabno waayo halkan waa xuduudtii gobolnimo doonka weeye qofka ku caaroonaya haa kaga maqnaado sidaas intaa markan ka gudbo halkankeenu waa waqtiga ayada ah wuxuu ku koobnaaday geeska afrika iyo in yaro doodaha carabta dhalamaha aqoon mulankii itoobiya gadmay had baa la isku haystaa soomaali badan laga qaadanaysa duulaan baa lalagu yahay iyo waxba mida yaa waxaa weeyaan yaa suuqa la geliyay laakiin maxaa beeniyey iyo waxaa beensay dowladdii soomaaliyeed lagu eedaynayay waa ka cunaa walaalaha inti badan baa gaaray laakiin way ayni baa isku rafaaday oo way baabaaday halkankiina wuu ogeystay wuu socday halkaa maxay maqaad u tahay marka
هل كان شعب ليا ذا ليا ويلا ليا قبل ليا وليا ليا وحجر ليا ويستاغي وعدودة تصيد تقال كاك السعودة يجيس كاف كايدو صنعي لما الدولة روز هاي سنتين وياهي شعب يدد لكو ميسو حرية دولة دولية وقوشه وين جو حاجة تاسع كمي ذاي وحاج وحان قال لي إن نيويورك واشنطن جنيفا وها بروكسل وحاربا الدولة لقى حكومة إلا لقى جار أستراليا كامبيرا إلا لقى جار ألاسكا ومريكنا ما أنت عالك جوعة كبابارية وحاكياني وعدد كهوية وحاي موجسي إنا ناهي أنه ضد حقه ذو كمغي هاي وحقه ذو دولية حقه نميان هلي حقه نميان هلي ما نهلم ما بدأي وناقة ما أحفرين مو ما بدأي وناقة أي واحد مودة جو حاوية حقه اللي ما نتاق إنها هنسية وحاوية دقالك وان مقانا ما بدأ وان مقانا نبدا وحنقول هذا لنا حبوب غيرنا حتي دوان هلا نبدا الله فهنا أنا أقول حوين نبدا ديار ما نمهم حتي نالله فهم وين حوين علي لا بارك دالي بمها ورابط دالي صلى الله تعالى مركب وحوين هشيس بانقلي وحنقلي محوها إن عن حق إن سنة بديلك كل عشان له إن رجل سياسي عن مبنى وحياة الله ما صعب حي مرك إنت أمرك أنك قدبو وحاوين حنقاتك جو حنانك وقدبو وهذا غيدين مركي جماعة الله أساسي طوانك سنوه رئيس أباون إيا نسد إيا فرن قضية دا الكجرمي اسبدل كي كدع جيس كافرقة سغاشن يكوذي سغاشن كدمات كيسي وحاو بصور وانا دل كاني والله هذا البان قال لي ترتم دورشا دعي وأنا أرضى الله بيت قريب وحسن ما مسمين وأكيد هو ليس من بعوكي بس ديتني أفر ديتني شو ديت الله يعني كي قال هل عبد مدمر دولة هذا هو مفاني بسني وحانو بسني برلمان وحانو بسني وحبرشو وحانو بسني عيدا أمنية هو يشتاقي ما لكم تقرأي الله مثلا جذوه دار كي وركنا للودين كريم هو سكوت ده إنه قبيلة أموره نحن تمن حزبي أموري وحول بسمائي ويكسر يستاتي يوحيك عنه قارن انت يقول هاي جوك العيال فمانك هذا جدا وعطينا وير الرين اللي قاعد يضع عروتين وحالة بري تاريخ ضد أحمد قريب على بري سيد محمد عبد الحمد بسر بلا بري وحالة بري يمحوها أنا نلقمني قشكي نصر الله وحالنا هاي صوم علينا وحامانتا عيان دراء وانو هالك الجملة إنه قصوا قريب بوقة لم يتبقى كارا مدى جيس يني توبيا كوكو لسو وعلاقات كهذا الصومالي تاريخ الله سعادة المهنة الله بريا هل كان نواجه جملة دولة دولة هاي بالليه مجر وحص كارا مدى جيس يني الصومالي إبا كوكو لسي ومعيها كسيري وبيروش مريكا بانوسو دولي يمنوار إلا قبالي رباريوة قارو كنو دي دي قارو كواك عدنا قبتوا أفضل إستاتي لو أعطيني أفر رضي بالك المدل دلي لحظة المكي كعرين تنطبعاتا وبياشي هو وين مقالا يشعر كما كارمان يقول راعي ولي الله فعلي ما جاسر بقول كنا وينو دبليو أسرار فإنت حاضر إنت أقول عايز ميت كنت أسيا إنت هاي كبغنا ولا لا الناس إني ما جاسر مالك تاريخ الله كارمان ما أقبلين إلي إرادو إيه من الله أقبلين إرادو تاريخ الله ورمال هادو ويسعى عليسي تاريخ الله اللي قرانية من أنا فعلوا ولا هو اللي عنده جميع عفوا علينا مرسا عندنا كم حد مني ماذا أنا لو خصبيها ما أقبلينه هذه الربا إلا والله إنه على الله هالشيء هو الله على الله على وجه واحد ما يبغى شيء ما عنده ويتوا حلي وعزم من اللي ده روحها عدوى عدوى وحال مزح سوري جسيا اللي توب يوزع أنا جسيا اللي أول جسيا اللي بقول يسند صاروا جسيا اللي ميت كونر بدافع يعوي أنا قاعد أقول تعرف وين فصار منك، لأن يلا بوقتنا قطه هنا شايفنا ما يعيا لناي، وأنا كنا نعيش كنا تعرف نزل تينا القرية، توش شيء لهم قرية، تين طالع ولا تينا قرنا هذا سوق ربوه، لكن تينا أكثر صار يا تينا نحن عارك يا، عندنا لقمة يلي، سكول لنا عندنا عيوننا بنا كابو قرا، من الأوز بدو شيء غير تعرف، ويسوى بعيسى، أنت أمريكا كيف بتبوم؟ جو حصل سيارة هاي.
بس ما عنده قوة يسني هذا أفضل سنة تاجنا يطلع من العقيل هذا ورن هاي قبته أفضل سنة حال قبته أفضل سنة حال قبته بين هذا وقت ملك الكويت ده جواني مدونة حب عروض لجواني مدونة وما أنت تعلي شيء ألاسكا مريكا إلا أستراليا سأقوم دبندقية وقريها تولوني كانت تتعاو عالم كما نوضا قوا شعب صومالية ده جواني مدونة كان أبورني أردوني يدد باله وكم عيار ما هرتا إلا ماشي ما تفعل بدا لعنيا نمسي بيا كيفت كدي كوليركا يحنو كبير ده تقرى تاقل وقلب قوضا نور كجينا جواني مدونة وكم وعكرو كوكو ليس اني قد يدو لدي يولا أوريجر كوبا لسكوليستا إنا قاسينا جعل لدى الدوكة نيوك لغا بلا واشنطن إلا بروكسل إلا جنيفا إلا لغا قارو دافا أستراليا كم بيارو ماشي وضو بيسوي إلا نيوزيلاند تسمانيا مالينا وحاوي هالغا كوكو ليغا دوكو ما انت والا يقانا داد صوماليا لو دولي يدالا إنو جيرو ويتوبي كوز جيرا والا اوكي وحاك انت وحاوي والا مهارك وعلى مربي جيرا صوماليا توبي حانس كويس ورا الله هذا باي كوري لما دوله ما سيس لكن ما انت فيه وين مات وقال له دي هاي ما بكير نصدح ده موقف سنة خريضة الصومالي ده مركا عدو من اليرا هاي انت دوات الاشانتي هارير سيدامة ولغا حكومي هواسا هواسا لغا حكومي ايا بالي ولغا حكومي محمد والله لنده ايا هارير كي ولغا حكومي هارا يعني ده كير نصدح ده الموها ما انت ولغا كيسان بقول ما يلغسا بالله إلا دولي وهل دلوي وهل تضوي صومالي ما لو سوى المقطة يركي هذا كو علمين هي علمين سو عيار معه علمين سو وعلم قبل ما دوي لما نعيش هذا كسمع لي عيار معه يا وراك هي سين باشا ركبان سينا قوميان سينا مركان نبضه وحي كو إيمان سحق لنا الله قرار وحي لقودك على وين لك ما هذا خيرات كان وكو أورشده اللي كان يليه على قرانية يا الله قرار تشغل ما مصطفى بحجرة طبعاً كنا ويليا بقول كنا شعب كان هذا يا موقف صار يقول لي عالك عونك ماشي جون وإلا سويتي يا مركز انت لسك تقني يا لسك شو مريا وإلا قولا هلا وي وإلا قولا هلا ذاتك محاب وقال يصدق سنة أوي مكدوي انت هسو كنا ونفت غريبا روها والعريانا انت هسو كنا قبلت على كفصده روها ما انت عملي انت هسو كنا شعبا هوين أميرا وهيين يا حراد اللي مقدر دوبي ما وحا مهل ألا مئنا مريسا مئنا مريسا من نقول ليس من الله ذات كينا هاوي تانيين وهذا هذا يقول حاجون ينكر هذا لنا هدينا ندي لنا دعوة وحكة طبيعية كم سودة خالدين أيام وح إلا حشيس كان قال لي ولي ماشي بتانية وح كلي أوكي إن كانوا بحاي حبته كان جوجنا وي حبته وعلى كان جوجي لكن هل قوة وكلا وعوا يان بقول الله كنا قعدتين يبغى ربعتا كان أودم بس وخطر كنت تقول لك ولا هل كان يت هل كان يقطع الله أيه ده ما يا محاوي يا الله ده ما ريا وهكذا عي ولا في لوك محاوي عيسى وهكذا عي ولا عيسى ما لي ولا تين ما هذا كلام بدو ويجي ثا معانا هنا كان عصي كان هل كان سنتين ولا صار ده أمر ويا يا الله ضعيا محاوي عند سكولة دني محاوي كل جاي وحني ما قد يدنا وحي الله ودك على الله ما يقولي ويتاعن تاعي ما أنا هدا غير ولا هلا يندي واحد نقول الجوع مجريه جوحة يا أساسي والله نبل إلى هذا الجوع تاعي سوا ما أساسي يتوب يعني ما أساسي ما لحظة هذا هي عدة كم سوكا هي عدة إسكالة إنك إنك دورنا إنك إرمي نحن عدة سوا فدي ما إنك ما دي كلا كلا ما لحظة هنا كلا دربعين كلا كلا ما دي كلا ما يلينه ما يلينه إحنا أقبله ما وحاويا أرور كم وأرور قبل ما دورنا وأر ملح بناوي أر كذا شيء معه كذا شيء دولة دي نجسية دولة دي محمد يطر والله عليه بن يرني ردي ما يه وعن ملح بنانا محمد رأي ما ملح على ذك كذا ده اللي رقبنا لنا وحاول أر كجيرتان كيس ملح دي سي شرتي سواء كله ده كيسة بدلية عند المقرنش بدومية بدوم بعجلي وعند المقرنش وحاول أنا أبغى كن قارين لكن والله ما هذا صعب رغم المقرنش ولا يمسوا أمور يمحوها أولا يدا يمحوها نذكر كلا يقوم يدا كلا وتوفيد وعلى فلوك لي وعلى فلوكما نغنيه وعلى فلوكما نغنيه وعلى فلوكما نغنيه مبدع بإلا ذاه صدح قوابا أساسه مبدع وعلى فلوكما وعلى لكم ميسا هاي كتشي بارنا شعب كانوا إلا ويديوه وعكوه كما ترزل إنتان الله
أي كتشر الشعب كانوا مقدس وين مقدس كقوات الله نوم حديد إسلام كوي وعن نور العوا وحرية دنيا قبل ما ذي حرب مع تسوي هذا كم نور العوا كم تنازلين وعند كم كتنازلين وما حي لو كان بحد يس أي خيرات كيسنا عم نعيش كله أتمنى الله بسنة إنه عنو رالة من الودي والله بسنة كم تنازلين تاريخ لنا كم تنازلين شرفت الصومالي لنا كم تنازلين عرو ما أنت الصومالي وأنا هاي شلي الصومالي درا الصومالي درا كيل الصومالي وأنا بير الصومالي وأنا هني شرفت أي قيمة أن لا يهاي منا وما عصني وحويان هدي هالك اللي قلني وأرد ما نيا مركا وحويان وحاس عضو وحويان ولي توبي هرد باك الصعضة ولي محصلين ولي محصلين لكن أنت كلا توا وحياها توا عندك وحوي بقول السكر الله هذا جاي وقول هذا الشيء شروع بينا معه هذا دفك على جناس قال قولي ساقو نورش قال قولي ساقو بقول 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 بينا وعبا كم ينقلي أوعين لف وحلو تي ذي جوات مسكين تا إن يقول حاقو هذا أوعين لف تاي هم لا يو تغيره ولا بتاي شو مبلي ما هو كم تنقلك إيه أدوك بحنا يرتا هدي أوقع أوعين لف هو على قلي حاجة بمر وحلو تي ذي حتى شلي يا مانتي ترى ماشي على كثر الروح أوري أوري فنان كاس أبو قفصنا للجرانكا وعلى نهر الساق لقى حبور مانتا قل كينا أبو قفصنا ليه هو لكينا ضد كلام ما قاعد شغلي ألسي وعو حيمود يعني قلبي كان حد ما يس ويا ود ما يس وحكوي بني يانو لقني بقول كنا ويلي يا قبل أنا قبل تونو لقني وحال الشعب كانوا بابا زمانو لقني وانسوا تاجن معي نال مقوني مايو ما نجيله إنه دولة الفدرال كافرين منو فرينا وهو يا نشيس ما قال لي نشيس كحرميس قرر كان فريق الانت بهذا ما أقبل أيه ما أنا أقبل أيه خافك ما أملك القوة لغتك كان ما أملك وحنقنية ما أمل سوماليا وعدتك أسما كرسي قوة ما ربنا شانت سنة وين ما يسنع الله بصنع كلا جوغان لكن كما يالين قرسيك كما يالين حق درر كما يالين قوانا مسكين تاي جوسيك حق إلهين هكا ويستان كما يالين كما يالين إنه نوقر بولان ولا شرعين قرق وهل قروي شرعي توبيو عليها هل قرر لما قلمه وذكرته وحاويان كيوي كسب بولين كسب أو سمينيا لكن كو وحي سياد كان إذا قلب كان يدير نانتن وحان آد وفر حسنا هنا في ثورياشن طبعا كونه ويلي قبل نظر على الجو قاجي هل كاوكو بختنيا قلق وذلك قوانيا محي محي وسمريا وما دي من عنتم يا ودتن عنتم يا ودعوين أتو ما دعوا عمل أتو ما دمن لكن محاولة ثان قضية دوذي قضية دوذي وين وقرب تاجين ديار بويين تدوذي بكوماندو سوي لك تاجين هدي ما تلي راضوري عليه ولا ندمين جوا لنا هولي رجع جثة وحرام مضي بقولك كنا كنا هكا جوا أو كود دبيا كود هول ولا دمن أيه حبة دردي قاري ولا هذا أركع كواتي قبلي كلامه يعني حاول قبلنا كذا قال كله وأنا تقال كم يجلس في ولا وقالي ويلش أنا كم لا كنت قال كم مركب حاول يعني وراود درنا دين ثالث تقال يري يعني الله يعني أنا جالسين حد كي وأنا طافي عد خد كي عصا وأنا طافي وأنا حاجة لا ويلش يا إذا كم غرني خد كي عصا وأنا وأنا طافي هلا كان نغلو نبض بندوني نا وناك بندوني نا هلا كان نغلو شعب كأنه شرف تله باق بنسو جذري نا حفلت كليا هل كان معها دبلت كليا معها على كوزن كليا معها هل كان وحاويان شعب كما اسكالوا وعود عيا من تدمو يين لو يستاغو ان لو يستاغو لم يذوبو صومالي ان يستاغتو وعيادو بسمالو شيخ ابراهيم خير الله سيو يا هذا الدمي ان لسو يماغو وستدك صومالي شعب كان كالي يانو نيقا مشارق اتاي مالو صعبة ويسو دوينا تقلا يسو علي لكن شعب قدم لذي سيرا سنة سنة قتورينا من دول لا إلا 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 مقابل ما يحط كين أي دول عاد في جيبوتيا سام على هدول ذلك الكعب هل لم يدوه هل لو ديار جروه إن واحد لقى في سنة قومي ذلك جوا أنا يتوب يا مارني أرمي إن واحد لقى في سنة عفر لقى في سنة أم حارو بتقرا دبوبة كل الدول كونسو دورة بلاي مقاعد بدنا وانا هذا ترين كريم حد عنا نستعين وانا اسمه جنين أنا ما موجنين مركب حاول هدول ذلك الكعب هل يستعجوا قبيل من لما جيني ولا أنا هني لا تطبعت قصر الدولة ده ما أنت ولا كيسا ولا إلى الله يلا كلا إلى الله أنا كمان تشرف أدات كتكتب هذا أنا ده كبر حوا أنت قل ليبل
أدان تروح حد كيا يا أدان تروح معها دوكا معها دوم الله كعارك لا وأنا بدوه قبيل كيلا يوم نقد دوه إيه يا رجال حوالا دول سقى هاي سطا إيه رجال دول سقى في عالية إذا كنا وحوى دوك ولا ودلية عالية شنو ولا ودلية دول سقى عند جيت ما بدع ذنب شعب يسمع الله دول سقى عند جيت ما بدع ذنب دول بنا هاي سن مركب وياش إذا وحجبت كا وياش ما له جوع وياش يعني كده هو ما يشرك إني ما أدرى هذا أبي ما ماها أبي أشي دجال كجوعة أبي أشي قبل ما دون كأوي جوعان ميلش ما كلا إلى ليه أو هاي سدوق قاتل الدجال كقبيلة هو سمعنا كده عين كده جي كوكوين بان سوقي مركب حنا نويل خبا قيا إن المدودة هل كان حالة تانية هل كان دي كاسكالة ما هل كان تورا كوي على دور قف دور قف فيها هل كان كماها وكوين يعني وكوين يعني جزية دي بيقول تاني عصام ما كوجرين ما كوجرين كوي كوري وهل كان تاجر ما كوجرين هل كان كأنه شور كمزر كوري كم هل كان كهلا تاجر هل برارو تاجر لو حكى بالعبة تاو حاويين قلبيك قلبيك خج على هذا عند الفيديا هدي اللي نبى هذا أفقع أوت كقطرة أخويان كأنه وعم سيء هل إلا ما تبارك إسحاق ولا ماذا إنه عم صدق هل إلا ما تبارك إسحاق الله 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 هذا قديم هذا شو إسحاق وقول طبعاً ما بعدي ذا إنه نوع فوات كسرنا قبل كما هرايده كو لابو أول كوا الناس عيد كلا أمم مقعابيس مقعيدس ملاديس أننا قلنا عيد كلا دحا أننا قلنا عيد كنت فلنا أننا قلنا عيد كدومية أننا قلنا عيد كدومية كينا ورق الله سوق القريوان لثم نقول نيسو أرنا ليه هاي أو نركنا مقعودان عاويا أنه معنا هاي أر ملاح بنانا أنتهي قضية دم حتى نركي جوقنا دي كلنا ما بوبانا وانا فلو ما كنت صدائب مرايك ما كنت صدائب أو هاي كنت صدائب أفريكا أفريقيا ده باريس أو أفريقيا هو هيك نسنتا عرفت سعودي كيف نسنتا هو هيك نسنتا هو خليج هو أسرائيل كيف نسنتا مركا وحنا نكون باقي شعب كذا تيم مرات هل جك الله يستعجل حنا اللي قلت هل جلو حقيب سبع سعودي يعني نقول لنا لقد دريمي سومالي أدنى هاي هل سومالي هدي له تابتو شو سومالي وين يقرب سنت هل سومالي هدي له تابتو ويل كجوجم هو هدوره هدي له تابتو وأنا وين كجوجم هو هاي ما يمرقه وأنا وأنا جوجم كجرعة ذوي ويل كجوجم هو هاي ستي هذيلا تاب ويل كجوجم هو هدوله وأنا كجرعة ذوي يكبرنا جوجتا بركة ويل له وجمع ذوي أنا سومالي هذانا هل فربان هاي هل مدبان هاي هل ديبان هسنا هل عبان ولا غالي ما له عالي دارود هاوي يدير ما ب ب ب ورمع عيالنا حاوي ديك والله بارا يوروبي أمريكا سوتي ديكين كل كان سوتي ديك بنا ولا لا نه ما وضع دهنا سومالي وسومالي وين وعن وان محل اسمه كلا كلا نهيه وين تقال لك تقال ياي سومالي وهل ويا دير معها تعرض معها هوية معها باجمال معها أفكار سومالي وسومالي وين سومالي ماذا نعرف كأنه ولا لماذا يا سومالي لماذا حد إنه يلقى شيء إلا سومالي عن قرسينه عن أي كلا صوت هيشسينه إسبانية مركو سوالك بقول لي يا سوالك بقول لي يا حروضو سوالك بقول لي يا حروضو